الملوخيه كيشوفوها الناس على انها لزجه كتلصق فيها خيوط، وهذه الماده اللي كتلصق هي الماده التي تكنس القولون. المصريين كتكنسوا تسقل هذا الامعاء، وجيده هي مع كاينش تحفظ في الامراض. يعني ممكن اصحاب السكري بالعكس، هي جيده لاصحاب السكري، جيده لاصحاب رفع الضغط، الناس اللي عندهم سمنه، الناس اللي عندهم القولون العصبي، اللي عندهم سرطان، اللي عندهم قرحه كل فئات يمكن تتناولها، ممكن ياكلوا هذه. هي ماشي الخضر مش كثيره اللي خلق الله، فصل الصيف مسموح بها، والبنجر والبصل، ثم كيبقى هذيك القرعيات القرعيات الحمراء، القرعه الحمراء كتكون موجوده، كتكون كتكون في يعني في فصل ذا اليقطين، هي القرعه السلاويه كتكون موجوده. القرعه السلاويه هي اليقطين، هي اللي جاءت في القران. علاش؟ لان خصائص هذه الشجره من خلال القران وتعريف علمي، فكان هذه الشجره هي هذه اليقطين، القرعيات الاخرى ما كتطلعش، ولذلك ما سميناهاش اليقطين. نعم. اختلفنا مع كثير من الاخوان في مصر وفي الاردن، هذاش انما كيسميوه الكوسه واليقطين، هي يعني لا، اليقطين هي اللي كنسميوها في المغرب القرعه السلاويه. علاش؟ لان هي الوحيده التي تعرش تطلع شجره، وممكن الى لقات كيفاش تقبط ممكن تطلع حتى للطابق الرابع في العماره. نعم. ممكن تمشي حتى ل 40 متر في العلو، سبحان الله. والاوراق ديالها كبيره، هي تتضلل، هي ظلت على سيدنا يونس، لا تضل لأن يعني خرج رماه الحوت عريان طيب، يعني ملتهب الجلد ديالو ما شاء الله كاع متقرح، وفي رائحة السمك والذباب غادي يجي، فهي تطرد الحشرات. نعم. تطرد الذباب، أنها تنعش لأنك تأخذ الماء من الأرض وكتلقوه في الجو. جيد. نعم، كتبرد الجو. أتبرد. أن الأوراق ديالها كبيرة، المساحة ديال الورقة ديالها كبيرة، أنها تحبس يعني حرارة الشمس. هذه هذه هذه. وهذا اليقطين هو خضرة فصل الصيف. نعم. كيلاحظوا الناس على انها مسوسه. نعم. يقول لك باس لا ولا مسوسه. نعم. لماذا؟ لان ما فيهاش صوديوم. ليس فيها صوديوم. نعم. وهذا الخضره فيها الياف جيده، هي القرعه السلويه فيها الياف جيده. كيشوفوا الناس يقطعوها، الى ما عملوهاش في الماء كتسود كتكحل. اللون ديالها كيتغير. نعم. لان فيها مضادات للاكسده. نعم. مرتفع التركيز للمضادات للاكسده. نعم. هي هذه الخضره القويه اللي خاص الناس يركزوا عليها في فصل الصيف. نعم. هي البنجر الباربه، هي اليقطين قرعه سلاويه، هي البصل، شيء من الطماطم، لان يعني المشكل ديال الطماطم هو مشكل المبيدات، ولكن طماطم خضره صيفيه، يعني هذا ناموس كون الله خلقها في هذا الفصل الصيفي الا ان الانسان غيرها. ثم الباميه، هذه الملوخيه، كتبقى الرجله. نعم. رجلتها هي كتنعش، انا كيشوفوا المذاق ديالها شويه حامض، وهي جيده هذه الرجله، وكيكون هذه استهلاك اللحوم او السمك. نعم، الاشياء الاخرى كاين النشويات، كيكون الشعير. نعم. وكتكون الذره طريه. نعم. هذا اللي بغى يشوي، هذه الذره الطريه هي كتؤكل في يعني في هذا الفصل. والفواكه كاين على حسب الدول منتوجات اخرى، احنا عندنا في المغرب هذه المسائل هذه، عندنا كاين دول عندها منتوجات اخرى لربما تكون عندها بعد خشاش الارض الذي ينبت في فصل الصيف. نعم. نعم. غير الناس حتى المهاجرين ديالنا في هذه الدول هذو يشوفوا الاشياء اللي كتخرج في الموسم ديالها بدون تقنيات. نعم. اللي كتخرج في الموسم ديالها جيد. نعم. لان الفلاحه ملي كيزرعوا في الجزر مثلا في شهر 4 و5، ما ليس هناك جزر اللي غادي يخرج من الارض ويعطي الجذور جيده، لان الجزر كيزرعوه الفلاحه ابتداء كنقولوا حلان زريعه. نعم. حلان زريعه، ثم كيحطوا الناس البصله في الحوض باش ينقلوها من بعد يغرسوها في الخط، ثم كيزرعوا اللفت والخيزو، اللفت والجزر كيتزرعوا في هذه المنطقه والقرعه. نعم. هذه القرعيات ديال الموسم اللي كتجي معالين خير ان شاء الله. ولكن والفواكه كاين هو فصل الصيف، فصل بسيط وتغذيه بسيطه ولكن قويه جدا. نعم قويه. كاين كان الناس يركزوا على الفواكه، يكثروا من الفواكه، البطيخ الاحمر، كاين هذه التين الشوكي، كل الفواكه خلقها الله سبحانه وتعالى. نعم. وتمتد حتى الخريف. نعم. مع التمور ومع الرمان. جيد. ثم بعد الرمان كيدخل البرتقال، البرتقال هو للشتاء. هذا البرتقال كيحبس. البرتقال ذكرنا بانه موجود في فصل الصيف. لا، حيت المغرب هو البلد الوحيد اللي فيه برتقال 12 شهر في السنه. سبحان الله. نعم، البلد الوحيد اللي فيه. مسأله عاديه. نعم، كاين انواع التي لا تجنى حتى لشهر 6. نعم. هذه الماروكليت والفالنسيانا. نعم. خصوصا الماروكليت، هي سموها الماروكليت، شنو هي؟ ماروك هي متاخره، ماروكليت هي ليت هي متاخره. هي نوع يعني. نعم. كيتجنى حتى لفصل الصيف. طبعا دكتور هناك سؤال، تقول السائله ان يعني فصل الصيف كي الزمن
مع شهر رمضان المبارك. وطبعا احنا معروفين المغاربه كنعملوا الحريره. نعم. كنلقاو انتم قلتم دائما بان يعني القزبره والكرفس ما يعني ما كاينش فصل الصيف. لا ما كاينش فصل الصيف. اذا كيفاش احنا غن شويه مقدونيس قالت لك كيف يمكن ان نطبخ الحريره بدون هذه؟ لا شويه نعملوا فيها شويه مقدونيس وشويه البازيليك هذا كيعملوا فيها شي عليين. حريره ماشي هي المغاربه لما كانش الربيع كنسميو الربيع. نعم. باش تبقوا لهذه الخضراء ما كاينش حريره. ما كتكملش هذيك الحريره. ما كاينش حريره. ولكن خير ان شاء الله. راه دابا كاين الفلاحه كيديروا حتى القزبر راه كاين في هذا غير هو الكزبره من الاحسن تستهلك في شهر 4 في الوقت ديالها كتكون يمكن الرائحه ديالها جيده. بدون ري بدون سقي بدون تقنيات بدون مبيدات مول يعني الفلاحه كيشتوا القزبر كيطلع. يعني وزيادة على ذلك قالت لك بأن طبعا هي أي حاجة خضراء هي أي أوراق خضراء ممكن تقطع وتدار في الحريرة. نعم. غير هما النساء كيعرفوا غير القزبر والمعدنوس والكرفس. وطبعا حيت الرائحة ديالها جميلة. أوراق الكل البصل شي أوراق البصل. تيمزي. لو كانوا يقطعوها رقاقة رقيقة مزيانة أوراق البصل تهي تتعمل في الحريرة. أكيد نعم أكيد. وكاين أشياء كثيرة اللي ممكن تعمل في الحريرة غير شوية. وهي تسألك بالنسبة للسلمية والمرد الدوش في فصل الصيف يعني كيكونوا موجودين هل كيكون كيبقاو حتى لفصل الصيف؟ نعم. نعم. كيبقاو حتى لفصل الصيف ولكن تستهلكوا قبل شهر سعود. نعم. قبل ما يدخل الخريف، إلا دخل الخريف صافي مابقاوش هاد النباتات كلها مشات، ما بقاتش تستهلك. جميع الأشياء اللي كتعطي نكهة واللي كتعطي مواد طيارة لا توجد في فصل الخريف وفصل الشتاء. لا توجد. ولا الناس شموا ريحة شي حاجة في فصل الخريف يعني يخبروني. يعني هذا ناموس كوني، الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء التي تنكي لك عليهم. كما قلت هذه تمرسيت، هذه اللي كنسموها حنا تيميجا زعتر، هذا النوع ديال الزعتر. وهو الزعتر نفسه نيت هو تيكون في شهر 4 و5، يعني شهر 4 كيبدا ينور، شهر 5 كيكون النحل كيعمر منه، في شهر 5 كيقطعوا العسل ديالو كيقطعوا في اخر شهر 6 و7، كيقطعوا العسل ديال شهر المنطقه ديال الخنيفره. ديما كنلقاو يعني شهر 7 النحاله قطعوا يعني الزعتر لان كيكون عمر منه هذا. فهذا وعلينا ما كيعمرش بسهوله من الزعتر النحله، لان لون الازهار ديالو ماشي جذابه. لأن النحل يفضل الأصفر والبرتقالي، اللون الأصفر والبرتقالي. ثم كيخلي اللون الأزرق بحال هذه الخزامة، يعني كيعمر ممكن يعمر من الخزامة، لكن الخزامة عندها أنوار يعني الزهرة ديالها زرقاء، ما كيعمرش منها بسهولة. ثم يعني كيخليه هذه الألوان الأخرى هي الأخرى. الأزرق والأبيض كيبقى، ولكن كيفضل الأصفر والبرتقالي هما اللي كيمشي لهم الأولين. ثم عاد رجع لهذا. فهذا حتى الزعتر كما قلت حتى هذه الاعشاب هذه عندها موسم، يعني هي شهر بعد اخر فصل الربيع، هي تقريبا كلها اخر فصل الربيع. ولكن هذه النباتات راه كتسقى، هذه اللي السيده كتسال على مرد الدوش على السالميه وعلى هذه نباتات كتسقى، يعني كتبقى تشتد في فصل اخر فصل الربيع كتبدا من شهر 5. هي كتزيد واش شهر 4 كتبدا السالمية كتزيد دكتور كتنور السالمية. نعم. كتنور في شهر 5 و6. ثم كتبقى يعني كتبقى صالحة للاستهلاك حتى شتنبر، حتى 22 شتنبر جيد. نعم. لكن بعد 22 شتنبر ملي كتخرج هذيك واحد العنصر كتخرج هذاك المطرق من الارض، يعني الفلاحه كيعرفوا هذه الاوقات هذه، فمن تما من الله صافي مابقاش النعناع، مابقاش المرد الدوش، مابقاش السالمية، مابقاش صافي. يعني ليس هنا معنى، علاش؟ لانك تبدا الدوره النباتيه تتغير في هذه النباتات وهي ولا تصلح. لا طبعا يعني هي تما كتبدا الاشياء اليابسه. وشو سبحان الله، شوف التومه عندنا احنا مصنفه مع المواد اليابسه. والبصل لا، البصل مع المواد الطريه. ولذلك الناس اللي كيخزنوا البصله كيخزنوها في المطامر وفي السلل وكيبيعوها في فصل الخريف وفصل الشتاء، فهذه لا تصلح للتغذيه. لماذا؟ لان هذاك الفصل ملي كتصب الشتاء الاولى كتخرج النبته الاوراق ديالها. نعم. كنسموها الخضاريه. نعم. هذيك البصله اللي كتخرج النبته كناكلوا الاوراق، ما كناكلوش الرؤوس. خصنا الجذر، خص حتى يعني الفلاحه يعرفوا هذا. كيولي الاوراق ديالها ملي كيطوالوا وكيوليو مزيانين كنحيدوا المؤخره ديالهم، كنزولوا المؤخره ديال الاوراق، ولكن الرقبه اللي كنسميوها هذيك الرقبه اللي خارجه من الارض، اللي خارجه من هذيك الكركوبه اللي كنسميوها هذيك الجذر. فالبصل يستهلك على شكل اوراق. علاش؟ لان الاوراق كتسخن اكثر من البصله في فصل الخريف وفصل الشتاء. ملي كتكون فصل اخر فصل الشتاء صافي، يعني البصله راه تما ولاو كيجيبوها، واخا باقي الرؤوس ديالها صغار ولكن ولات تدخل السوق ربطه، تدخل بالربطه. ثم كتولي جيده في فصل الربيع.
هائلة، البصلة هائلة في فصل الربيع لو كان النساء يخضروا بها بالأوراق ديالهم. نعم بالاوراق يعني هنا يعني هائله خضره هائله، لكن مع الاسف يعني مع الاسف النساء حتى البصله الحمراء ما كيبغيوهاش، كيقول لك كتزراق ملي كطيب كتزراق، هي بالعكس ملي كتزراق عاد جيده. لماذا؟ لان فيها مضادات للاكسده، هي قويه لان فيها ماده الاليسين وهذه الفلافونويدات اللي كاينين، بالعكس قد ما زراقت هي فيها تركيز عالي. يعني سؤال اخير تقول هل هذه طبعا الاعشاب مثل السلميه والمرد الدش يضاف اليها مبيدات فهي تخاف يعني ان تضعها في ابريق الشاي؟ ليس في علم علي. المناطق اللي شفتها في تانسيفتي، المنطقه التانسيفتيه اللي فيها هذه الاعشاب بكثره، يعني من واد الحجر تل تغدوين تل هذه المناطق كلها فيها، هذه عليا هي تنبت في جميع المناطق، يعني حتى في المناطق حتى في مكناس وحتى في بن سليمان الناس. حيت طبعا دكتور حنا كنلقاوها على طول العام. الى زرعوا السالميه في بن سليمان وهالمصائر هي تنبت في جميع المناطق. لا واش كتبقى على طول العام؟ الفلاحه ما كيعرفوهاش في الشوارع، تبقى على طول. لا هي ما كت ملي كيغرسوا هذا كيبقى غير يقطف الجذور ديال هذا الاوراق ديالها ويخليها تما، هي كتبقى 15 سنوات ماشي حيت في السوق موجوده صيف شتاء ربيع. لا عليا هي كتبقى خضراء، ماشي كتبقى خضراء لان ما كتخرفش، كنقولوا ما كتخرفش. ولكن الاستعمال ديالها يعني المثالي